مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في سهرة رمضانية جديدة. أنا محدثكم جمال الشريف مرحبا، أهلا وصديقي وسهلا. العزيز محمد تميمي. بنرحب فيكم زي ما وعدناكم كل ليلة بسهرة جديدة وموضوع جديد وشيء جميل، هيك نتحدث عن ما نقوم به وما نحبه وما نحب أن نفيد به الجالية. نرحب بكم في لقائنا اليوم مع بيير. بيير هو كيبيكوا من مدينة سانت ماري، راح يكون معنا ضيف اليوم ليتحدث عن تعلم الثقافة واللغة العربية. نرحب ببيير. أهلا أهلا وسهلا فيك يا بيير. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شكرا على الدعوة مالتكم على هالبرنامج. انا كلش متوانس احكي وياكم وحاضر للنقاش وياكم. أهلا اهلا وسهلا وسهلا فيك. بيير. الحقيقة كل يوم يتجدد لقائنا مع الإخوة الأصدقاء والأعزاء من الأحباب اللي يعني عشقوا اللغة العربية وعشقوا الثقافة العربية وعاشوا بين أهلها وتشربوها وأتقنوا لهجاتها حتى. والحقيقة كل ما نتعمق في هذا الموضوع كل ما ازددنا ثقة في تحضر طرحنا الحلقة. وفكرنا أنه الحضارات تتلاقح والحضارات تتفاعل، وكلما تلاقحت وتفاعلت تنتج وتخرج ثمرات رائعة جدا جدا جدا، ويمكن أن تستفيد من بعضها البعض ليس عبر المكان فقط بل عبر الزمان. يعني حين نتعرف على حضارة وثقافة لمجتمع معين نأتي بكل تاريخها ونستفيد منه، فلا نتوقف عند حد الوقت واللحظة التي نحن فيها، بل نسترجع كل التاريخ لتلك الحضارة مهما ابتعد ومهما امتد في عمق التاريخ. أهلا وسهلا بيير، والحقيقة أنك فاجأتني بالإتقان للهجة، ليس فقط للغة، للهجة. أي فسؤالي ويعني البدء، من أين كانت البداية يا بيير؟ من وين بديت؟ زين، كيف صار بدأت؟ هسه صار 7 سنين. انا كان عمري 21 سنه، قررت انه تعلم العربيه. واني من اجت هنا باوتاوا في 2012، شفت انه انا جيت هنا للدراسه في الجامعه، وشفت انه كان هوايه عرب اللي هم عايشين هنا. وزين، انا قررت انه اتعلم العربيه على مود احكي وياكم هيك شيء. بس من بديت اكيد انه تعلمت الفصحى، وبعد 3 سنين يعني قررت انه اتعلم في اللهجه، وبعدين صار اللهجه المغربيه واشتغلت في المغرب، وبعدين هسه العراقي. هذا جمال اللغه العربيه، انه اكو هوايه من اللهجات واني اتميز بين اللهجات. وهذا جمال، انا جمال اللغوي بالعربي مو بس الفصحى، هو اللهجات، وانا اتخبل عليها. هذا طيب الشيء رائع أن أسمعه. عرفنا بحالك، يعني اول شيء من وين، وين انت؟ ابوك امك وين ولدت؟ شو بتشتغل الان؟ مين بيير؟ زين، راح اوكي. انا من شمال كيبك، يعني تولد بشمال كيبك في المنطقة الفلاحية اللي اسمها تمسكامين. والتمسكامين هي منطقة بعيدة من هنا، يعني ممكن 5 ساعات شماليا. وعشت طفولتي هناك، وبعدين انا اجيت الى الأونتاريو، وهنا في 2012 على مود الدراسه. اي، هذه سيرتي. يعني انت كيبيكوا، كيبيكوا اي، من ما الاصل في. يعني امي وابي هم فرنسيان، وعندي يعني اجدادي كلهم فرنسيين، يعني في ما زمن في عرب الاستعمار. نهائيا. لا، ما في عرب، ما في دم عربي مطلقا في بيير جيناتنا. بيير بيير، يعني الله يسعدك ويرضى عليك ويوفقك ان شاء الله. انا يعني بطلت مقتنع انه انت اصلا تعرف فرنسي. اي، فرنسي هي اللغة الأمي يعني انت مالتي. بتعرف فرنسي؟ انا بطلت مقتنع انك تعرف فرنسي، احكي لنا شوية فرنسي عشان اتاكد. اوكي، باش كيبيكوا في سوسا، ça fait 7 ans que je parle arabe, puis c'est une très belle langue. Alors, oui, c'est ça, donc québécois. اوه رهيب، يعني بتعرف فرنسي. ايه. رائع انت يا كبير. طيب وين تعمل الان يا بيير انت؟
أنا هسه بالحكومة الفيدرالية بأوتاوا، يعني أشتغل إداري، يعني شغلي ماكو أي شيء خاص بيها، بس شغل إداري وشيء بس. أي مرتبط باللغة العربية شغلك؟ هل فادتك اللغة العربية؟ شغلي أي شوية، أي أكو ارتباط باللغة العربية. أنا حصلت على هاي الشغلة وهيك شيء عندي. أي إذا نعم، إذا دكتور جمال، هاي رسالة جيدة لأبنائنا عشان نعم يعرفوا إنه وجود اللغة العربية وتمكينهم من عدة لغات، فرنسي، إنجليزي، عربي على الأقل، بفيدهم في المستقبل، ولا لا يا بيير؟ اي اكيد انه اي واحد اللي يتعلم اللغات والعديد من اللغات اكيد انه يحصل على اكثر فرص باي مجال. يعني الناس اللي يقولون انه لا حاجه الى تعلم اللغات، لان اكو جوجل ترانسليت، اكو يعني نظام المترجمه وهيك شيء. انا ما لا هذا باطل اعتقد. اي ما شاء الله ما شاء الله. طيب بيير، اللغة العربية الفصيحة، أول ما بدأت بتعلم اللغة العربية الفصيحة وين تعلمتها؟ وكيف كانت البداية لتعلم اللغة الفصيحة؟ زين، كان في 2012 انا جيت هنا، ويعني كنت عايش قبل ما نعطيك المعلومات على تعلم بالعربية الفصحى. انا جيت هنا وشفت انه كان هواية عربي اوتاوا، وحبيت صوت العربية، ويعني صوتها وذوقها ولونها وهيك. ما اقدر اشرح لك شنو حسيت. وبعدين لقيت فد استاذ بالكيجيجي، اللي هو كان سوري وكان دي يعلم العربيه، وانا خبرته قلت له انا زين اجي عندي اريد اتعلم العربيه. فهو كان دي يجي عندي وعالمني يعني القواعد البسيطه مثل الافعال الاكثر مستعامله والقواعد وهيك شيء. بس فعلا من كنت احكي فصحى يعني في الثلاث سنين الاولى كان صعب علي هواي، لانه انت تدري انه الناس ما يحكون فصحى. من تطلع بزناقي وتحكي ويا الناس بالفصحى هم يضحكوا على راسك. هذا كان صعب علي، ولهذا قررت انه اتعلم في اللهجه المغربي. بديت لان كان عندي هوايه من الاصدقاء، وباقي عندي هوايه من الاصدقاء المغاربه اللي هم يحكوا المغربي وياي. والله هذا كل شيء تبدل، يعني تبدل علي الدنيا من تعلمت الحكي المغربي، لانه شفت انه شقد كان يعني فصحى ماكو شاعر بين، يعني تحكي مثل آلة، يعني فد آلة تحكي مثل آلة، اما من تحكي فد لهجة مثل ما احكي هسه تحس، يعني تحس ان صح الحرب صحيح اللغاوي، تحس الاتصال الانساني بيها. أي أنت انا مره كان في عندنا يعني انستراكتور هون في اوتاوا، كنا بناخذ دوره فبنحكي عن اللغه، فلما حكيت له عن اللغه حكى مشكله انه انت بتتكلموا لغه الكتب، اللغه الاكاديميه، ما تتكلموا لغه الشارع. لما تتكلم لغه الشارع بصير واضح انه انت خلاص صرت جزء من هذا المجتمع. أي فهذا فعلا اللي انت ذكرته تحديدا. طبعا هدى بتقول لك انا بعيش في لافال، هدى احد الصديقات المتابعات بتقول انا بعيش في لافال، واريد ان اقول لك باني تعلمت الفرنسيه في كيبيك واحبها كثيرا لشده احترامي ومحبتي لشعب كيبيك الطيب. بيير انت بتذكرني لما انا درست فرنسي في كيبيك، لما جيت ادرس فرنسي نفس المشكله التي واجهتها. بدأت أتعلم اللغة الفرنسية الفرنسية، ولكن لما تطلع على الشارع تلاحظ أن الناس يحكوا كيبيكوا، واللي هو يختلف عن اللغة الفرنسية الصحيحة. فكانت أتوقع نفس المشكلة اللي أنت واجهتها في دراسة اللغة الفصحى. اكيد انه خاصه ويا انا حسيت هاي الشيء ويا الشاميين، خاصه انه هم يحكون لهجتهم ويحبون هوايه لهجتهم. فتتعلم اللغه بالجامعات وبالمؤسسات وبالكتب وتصير تحكي هيك، اما من تطلع بالشوارع وتحكي ويا الناس تلقي وتدري انه هو العكس، يعني الناس ما يحكون مثل الكتب وهيك. اكيد انه الفصحى غني، اما
من تحكي يعني الحكي العامي لازم تحكي في اللهجة. والمشكلة أنت المشكلة اللي لقيتها من أنت كنت تتعلم الفرنسي هو أنه تعلمت الفرنسية مال فرنسا، وهاي الفرنسية زينة هواية زينة، هم يحكون مثل الكتب يعني على ورقة، أما إحنا بكيبك إحنا نحكي في نوع من الفرنسي الاستعماري. اللهجة اللي نحن نحكيها هي اللهجة القديمة مال القرون السادس عشر، وإحنا نحكي مثل في المحاكم الملكية الفرنسية تحت الملك لويس السادس عشر، وهي اللهجة اللي نحن نحكي في لهجة استعماري مثل الإنجليزية اللي تلقي بأمريكا. هاي النوع من الإنجليزي هو نوع من الإنجليزي الاستعماري مال الزمان الاستعماري، وتلقي نفس الفرق في لندن من تروح لإنجلترا وتشوف الناس شلون دا يحجون، تعرف أنهم يحجون إنجليزي المعاصر، الحكي مالهم هو الحكي المعاصر، واللهجة الأمريكية الإنجليزية مالتنا هنا بأمريكا مال الزمان الاستعماري يعني أقدم منها. ونفس الشيء بالفرنسية وبالإسبانية وبالبرتغيز، يعني تروح إلى جنوب أمريكا تحكي إسباني، هم يعني الإسبانيا مالتهم تختلف هواية عن إسبانيا، فهذا تدري يعني تلقي نفس النموذج في في كل كل اللغات. مكان، في كل مكان بالعربي أي شيء. بدي أسألك سؤال، أنت أتقنت لهجتين عربية، واحدة من أقصى الغرب وواحدة من أقصى الشرق، احكي لنا قصتك مع المغرب ومعيشتك في المغرب وقصتك مع العراق وليش أتقنت اللغة العراقية أو اللهجة العراقية. والله ما ادري شنو اقول لك. في 2000 ممكن 2000 في قصة حب يا بيه؟ اي اكو قصص حبيه اي اكو، بس ماشي. ماكو تاثير على اختيارتي للهجه. انا في 2014 حول 2014 كان عندي هوايه من الاصدقاء المغاربه اللي هم كانوا يريدون يتعلمون الانجليزيه، فهم جاء عندي قالوا لي انت ليش انت ما تتعلم من الانجليزي واحنا راح نعلمك العربيه. وبعدين انا يعني صارت احكي مغربي وياهم وتعلمت الحكي المغربي وياهم، وفي 2016 انا اشتغلت بالمغرب لمده 4 اشهر هناك بالمغرب، ويعني تمرنت هوايه من المغرب، تمرنت هوايه، كانت عايشه عده في العائله امازيغيه مغربيه اللي هم ما كانوا يعرفون الفرنسيه، فكانوا مفروض علي انه احكي عربي وياهم. ومن رجعت هنا لقيت شغل بالوزارة، وهسه الأستاذ هي عراقية كلش لطيفة كلش يعني يعني هي ماكو عندي ما عندي أي شيء سيء أقول عنها، هي يعني تساعدني هواية، وهي عراقية وهسه نحكي عراقي وهسه وايد، بس هذا السبب انه احكي طيب عراقي هسه. بس انا كنت دائما لقيت الحكي العراقي سمعته من قبل وحبيته هواي، وهذا كان سبب انه تعلم الحكي العراقي هسه. هدى تعلمت بتسأل شامي؟ تعلمت سوري؟ لا ما لما تعلم السوري يعني يشبه شوي عن اللهجه العراقيه واللبناني والفلسطيني، هاي المنطقه قريبا بالشرق الاوسط يعني لهجه يعني ايه. انتو تفهم تفهم تفضل. تفهم المصري؟ تفهم المصري اللهجة؟ صعب علي باقي، انه يعني صعبة لانه عند القاء وما فهم الحكي المصري هواية هسه، حتى بالاغاني تعرف انه مصر مشهور للاغاني مالتها والسينما مالتها، يعني الناس اغلب العرب يفتهمون المصري، بس انا مو هالشكل يعني صعب علي، بس بالمستقبل انه راح اتعلم المصري ان شاء الله. إن شاء الله. تسألك هدى، ماذا عن القراءة والكتاب الكتابة يا بير؟ هل تقرأ وتكتب اللغة العربية؟ اي من كنت اتعلم فصحى اكيد انه كتبت بالعربية، وحتى كان عندي التليفون مالتي بالعربية بس لبعض سنين، كنت يعني نكتب ويعني التكست يعني كنت ادوز لاصحابي التكست بالعربية. ايه بيير، سمعنا شيء بالمغربي.
الو اوكي واخا، انا غندوي بالدارجه دابا. الا بغيتو نعم تسمعوني صافي، كتفهموني، كتفهموا اللهجه الدارجه ديال المغرب. رائع تمام. انت، رائع انت. طيب انا بدي ارجع بس للغه الفصيحه. لما تعلمت اللغه الفصيحه، ايش اكثر موضوع فيها كان يتعبك، كان صعب؟ الكلمات، المصطلحات، تصريف الافعال، القواعد، الاعراب، تشكيل الكلمات بالعباره بالجمله، ايش اكثر شيء كان صعب بالنسبه لك؟ تريدني احكي فصحى هسه لو اي طبعا اشرح؟ احكي لنا فصحى. اوكي. في الاول عندما كنت اتعلم العربيه الفصيحه هذا كان صعب علي، لان انت تعرف بالفصحى اكو الكثير من القواعد، واكو هناك الكثير من القواعد والمفردات الخاصه والمؤنث والمذكر، وعندما تتكلم يعني يجب عليك أن تقول مثلا أنت تتكلمين، ولو أنت كنت تعلمين أنني كنت أريد أن أفعل هذا الشيء فهل كنت تقبلين هذا الشيء، والجملة الافتراضية، خاصة جملة الافتراضية. ولذلك إذا كنت أريد أن أسافر إلى أي دول عربي الذي لا يفهمون العربية العراقية أو المغربية، أكيد أنني سأستخدم هذه اللهجات. طب أحسنت أحسنت. بيير، الآن أنت لما بتركب هذه الجمل في عقلك، هل هناك وقت، ثواني، تفكر بالقواعد، أم أنها أصبحت أوتوماتيكية، أصبحت عفوية تأتي؟ بالفصحى لا يجب علي أن أفكر، أما باللهجات المغربي يعني كل شيء مطلق، ماكو أي ثواني لا أي شيء هيك. بس الفصحى أعرف أن الناس ما يحكون فصحى عامة، حتى ممكن أنت من تحكي فصحى أنه تدري أنه لازم ممكن تفكر شوية، أو ممكن تحكي فصحى دائما ويعني يخرج منك من فهمك الجملات مطلقة. بس أنا ما نحكي فصحى أحس هيك هيك. نعم طبعا صحيح. احنا عندنا محمد عيسى عراقي بيقول لك يعني متقن اللهجة، متقن اللهجة، يعطيك العافية أستاذ شكرا. محمد، تفضل. طيب بيير، صراحة يعني مش عارف ايش اسال، انا منبهر بالموقف، وضيعت الأسئلة من ذهني، وضيعت الأسئلة من بالي، وصار الآن بدي أفكر في الأسئلة من جديد. يعني إحنا في حطيتنا في ورطة، يعني حطيتنا في ورطة. في سؤال على من هدى، العموم، في سؤال من هدى قبل بتبتسم، إذا سمحت اتفضل. لي قبل ما أنسى السؤال ويبهرني من جديد. حفظت شيء من الشعر بيه؟ اي انا اخبل على الشعر عندي هنا، انا جبت هاي الكتب على مود يعني طب اوريكم سمعنا، سمعنا شعر، سمعنا شعر. شاعر. شاعر شعر، أي شعر، أي اي شعر من اي الشعر اللي تحبه؟ شعر تحبه، تحبه الاسماعي، الاسماعي الاسماعي الأصمعي، ما شاء الله. الاسماعي أوكي. اي. طيب سمعنا. هل اتريد انا عندك شيء نعم حافظه؟ عندك زين شيء اوكي. حافظه ولا شيء انا تقرأه حفظته، علينا؟ انا حفظته الشعر طويل علي. تعرف انه صوت صافي للبلبلي. أوه يس يلا تفضل. ممتاز، زين حافظها؟ انا حافظتها، وحافظت فد شعر جاهلي من عمرو قيس. ايش منهم تريد؟ صوت تختاروا. صفيري، صوت زين صفير اوكي البلبلي، اوكي انا حافظت، راح احول يعني احف. تفضل. اوكي زين اوكي. جيد. صوت صفير البلبل حيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهري لحظ المقلي، وانت يا سيدي وسيدي ومولي، فكم تيمني غزيل أقيقلي. قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا، وقد غدا مهرلي. والخوذ مالت طربا من فعال هذا الرجل، فولولت وولولات ولي ولي يا ولي، فقلت لا تولي وبيني اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انحط انحط وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي.
شممتها بأنافي أزكى من القرنفل في وسط بستان الحلي بالظهر والسرور لي والعود دندن دنا لي والطبل طبطب لي طبطب 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 طب لي والسقف سق 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 لي والراقص قد طاب لي شوى شوى وشاهشي على ورق السفرجلي وغرد قمري يسيح ملل في مللي إلى مللي إلى اللقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي أنا غلط هنا ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي وكل كعكة كعكة خلفي ومن حويللي ولكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى اللقاء مالك معظم مبجلي يأمر لي بخلعة حمراء كالدم دم 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 لي أجور فيها ماشيا أجور فيها ماشيا مبرددا للظيل لي آن الأديب المعي من حي أرضي الموصل نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. هاي الله الشعر. الله 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 الله، الله 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 ابدعت يا احسنت بيه. احسنت احسنت. هاي تعرف صوت صفير البلبلي هذه من اصعب القصائد المقطوعات اللي تحدى فيها اصلا الشاعر الخليفه انه هذا ياتي مقصود، ياتي مثلها. هذا مقصود، لأنه الشاعر اللي هو يعني كتب هذا الشعر كان يريد أنه شنو اسمه الجعفري، شنو اسمه جعفر ابو الخليفة، جعفر المنصور. كان يريد أنه ما يحفظه يعني على ظهر قلب، نعم فكتب يعني الكلمات مثل يا ويللي فقلت لا تولي وبيني اللؤلؤ لي على لؤلؤ مود لي. ما يحفظها، يعني هذا صعب انه نعم تحفظ هاي الجمله. وجاء بيير من أقصى كيبيك ليحفظ هذا الشعر. والله يا بيير أنت أبدعت. في بعض الأسئلة من الأصدقاء بيقولوا لك، هل كان لوالديك دور في تشجيعك للغة العربية أو أحد أقاربك؟ يعني امي وابي هم اكيد، انه ابويا قال لي انه اذا تريد تعلم العربيه يعني اشجعك، وامي حتى يعني من جهه عائلتي كل شيء زين، هم يعني كانوا يشجعوني بهاي المصيره، واكيد انه كان عندي هوايه من الدعم على طرف العائله. اوكي. طب بيير، لما تعلمت واتقنت اللغه العربيه، ايش اضافت لك اللغه العربيه؟ يعني اضافت لك انت طبعا من خلال الاصدقاء تشجعت انك تتعلم اللغه العربيه واللهجات العربيه. طب بعد ما تعلمت اللغه العربيه واللهجات العربيه، ايش اشياء اضافيه اعطتك اياها وفتحت مجالات معينه امامك، فرص عمل ممكن، علاقات جديده ممكن، قنوات أو أفكار خاصة شخصية، إيش أضافت لك أكيد أنا ساعدتك؟ من كل الأطراف، أقول لك من كل الأطراف، يعني حتى صارت فهم الأفلام والكوميديا العربية، أكو هواية من الشخصيات اللي أنا أتبعهم بيوتيوب ويحكون على السياسة، يحكون على الحياة العامية، يحكون على كل شيء، وأنا قد أضحك والله، يعني أشقد أضحك، مثل مين؟ أموت على أعطيني الضحك. بيير، أعطيني أكثر مقطع مسرحي أو كوميدي أنت شفته ضحكك. بس مو كوميدي، اقول لك مو عايش كوميدي، يعني هم عايش والله ما عارف بالضبط شنو اقول لك، يعني ما مسرحية شنو اقول لك، ماكو هيك، بس شخصية بيوتيوب اللي هم يحكون على السياسة، مثل اكو بعض الشخصيات العراقية بس يحكون على السياسة، واكو شوية سيئة في الحكي مالهم، و ما راح اذكر اس حلو، اسمائهم على جميل هالبرنامج، جميل. بس اقول لك يعني اموت من الضحك مره مره على يوتيوب من اتفرج عليهم، بيير واتاكد انه وصلت لك الفكره. بيير أنا عندي يوتيوب شانل، لازم تعمل سبسكرايب. اوكي راح، يعني اكيد بس اكيد. أنا ما مش كوميدي. ها
لا ماكو مشكلة. Very serious. في سؤال لك من رنا بتقول لك بما أنك تعمقت باللغة العربية لحد الشعر، فهل تعمقت أيضا بتاريخ الحضارة العربية والإسلامية؟ هل درست؟ أكيد هواي، وهذا المجال اللي أنا هواي معشق به، التاريخ العربي من العصر الرشيدون والعباسيين إلى الأندلسيين. أنا شقد أحب هالتاريخ ودرستها، ويعني تعرف إنه مركز العالم في هذا الزمان، الزمان العباسيين اللي هم يعني خلفاء العباسيين، وقصص ألف ويلة وليلة، يعني شقد غني هذا التاريخ. وأنا كنت جاهل، ما كنت أعرف هاي الشغلة، لأن بالمدارس وبالكلية إحنا ما نتعلم التاريخ مال الحضارة العربية، نتعلمه التاريخ الغربي اللي بيها يعني مغراض يعني مزور شوية. ومن يقولون مثلا أنه بالعصر النهضة، العصر النهضة جاء بأوروبا يعني من السبا أعتقد، يعني مثلا يقولون أن العصر النهضة يعني جاء عندنا العصر النهضة، والعصر النهضة يعني عودت إلى يعني قبل الميلاد، يعني اليونانيين والحضارات اليونانيين. أما أنا أعتقد وهذا نظرتي أنه العصر النهضة جاء من العرب. تعرف أنه في القرن الرابع عشر عندما كان إيزابيلا عندما طردت العرب من الأندلس، هي أخذت الكتب والمكاتب اللي كانوا من في أندلس وترجمتها يعني، وسرقت الإسبانيين كاملين يعني في هذا الزمان، يعني سرقوا العلم العلم والتكنولوجيا مال العرب. يعني تعرف انه في هذا الزمان العرب اللي كانوا بأندلسية كانوا عندهم يعني احسن دكتور بالعالم، وكانوا حتى يسوون عمليات مال البصر، يعني كان اكو هاي الانواع من الدكتور. والاوروبا يعني بقيه اوروبا كانت تعيش بالقرون الوسطى، يعني بالتكنولوجيا قديمه وتحت ضغوطات الكنيسه وهيجي. اما العرب هم ازدهروا هواي، ولذلك اعتقد وهذا نظرتي انه لو ما كان الحضارة العربية موجودة بإسبانيا ما كان عندنا عصر النهضة في أوروبا مطلقا. طيب بيير، هذا الرأي اللي أنت تتبناه مش كل الغرب يتبنى، مش كل الإعلام الغربي يتبنى. لما بتشوف الإعلام الغربي بيحكي العرب منذ الأزل هم متخلفين متطرفين في طبعهم، التطرف في طبعهم، التخلف ما طول عمرهم متخلفين أو متطرفين، لما بتشوف هذا موجود في الصحف أو الميديا أو الإعلام الغربي، أو بتشوف صديق إلك بيتكلم بهذه الطريقة، أول شيء هل لاحظت هذا الكلام اللي أنا بحكيه أنه موجود؟ ولما بتشوفه موجود إيش بكون انطباعك لما بتشوف صديق إلك عنده هذا التصور؟ إيش بكون ردة فعل تبعك معه؟ أكيد أنه لاحظ هاي الشغلة وما زال باقي ألاحظه. أكيد أنه أكو هواي ناس هنا بأمريكا وبالدول خاصة بأمريكا، أعتقد ممكن مو في أوروبا بس جهلاء، أقول لهم هم جهلاء ويعتقدون أن العرب هم باقي على الجمال ويركبون الجبال وما عندهم كهرباء وهم يعني هيك. وهذا المشكلة مال الإعلان المزور المغراض. وأنا ضد هاي الشغلة، أنا يعني بكل جهودي يعني أقاتل هاي الفكرة وهاي التشويه الصورة عند العرب. وحتى الآن يعني الناس أنا أعتقد كان عندي ما أقول لهم إنه أصدقاء، بس ناس عاديين اللي هم عرفوا إنه كنت أحكي عربي زين هيجي، وكانت يقولوا لي أحكي عربي مثل الإرهابيين وهيجي. وهذا يعني هذا سيء، ما أحب هاي الشغلة. يعني من بس في جانب معين سبب لك تعلمك اللغة العربية، سبب لك عن بعض الفئات من الناس سبب لك إحراج؟ عشت شوية من هذا العنصرية اللي هواية من العرب يعيشون بها، يعني الناس ما مو من جهد عائلتي، مو من جهد أصدقائي الأعزاء
القريبة عندي، يعني أختار الأصدقاء اللي هم يعني محترمين وموثقين. بس يعني الناس الآخرين أكو هواية اللي هم يعني كانوا دي يقولي لي ليش أنت تريد تعلم هاي اللغة مال العرب اللي بالعرب، ويعني بالصورة يعني مو زينة، فهمتي؟ بس أكيد أنا نفسيا حسيت هاي العنصرية، و طب يعني أنا بصراحة بيير، بصراحة هل أنت لما عشت في مجتمعات، أول شيء في دول عربية أنت زرتها، وهذه الدول العربية اللي أنت زرتها هل شعرت بشيء من العنصرية معك والله ماك من لا جهة العرب؟ والله أنا عاشت بالمغرب 4 شهور وما شفت أي عنصرية ضدي، ما كان أي شيء ضدي. ممكن لأن أنا كنت أحكي عربي وياهم وهم كانوا يحبون هاي الشغلة، بس حسيت بأمان احترام. يعني الناس كرموني، يعني ساعدوني، وما شفت إلى الإكرام والحب والإنسانية وكل ما يتعلق به. لأنه أنت كمان إنسان تستحق الاحترام بيير طبعا، كل والإنسان بنفسه، الإنسان، كل إنسان نعم يستحق من صحيح، الاحترام. الإنسان بنفسه، نعم الإنسان هو قيمة بحد ذاته، أي الإنسان مش بخلفية الأشخاص الدخلاء اللي يشوهوا سمعته، هو الإنسان أها بنفسه له سمعته المستقلة أها وصفته اللي يجب أنه يتعامل على أساسها من الإنسانية والمعاملة المحترمة. أها أكيد. طيب طبعا احنا زي ما بنعرف انه ما في اصابع يديك زي ما بنحكي مش زي بعض، واكيد في كل مجتمع في الجيد وفي السيء، لكن الحمد لله اللي نحمد الله انك عاشرت وتعرفت على ناس جيدين في المجتمع العربي سواء في خارج كندا او في داخل كندا. طبعا انا اللي فهمته انه عندك اصدقاء كثيرين، وهنا في سؤال لك من امال بتقول لك هل في لهجة عربية أخرى جذبت اهتمامك وتريد أن تتعلمها غير المغربية والعراقية؟ شوفوا أكيد الهدف هو إنه أتعلم كل اللهجات. هذا أوه لا، بس شوف شلون أي لهجة أخرى ممكن، مصري في اليوم في المستقبل إن شاء الله، تعلم نعم المصري، مصري نعم ومصري، وممكن فد لهجة خليجي. شوف اللهجة المصرية مهمة في اللغة العربية لأنها يعني انتشرت انتشار واسع، والسينما لعبت دور كبير فيها، أي خاصة إنه السينما بدأت انتشارها من مصر، وبالتالي انتشرت معها اللهجة المصرية، فبالتالي كل العرب بلا استثناء بيفهموا اللهجة المصرية وليس العكس، وليس كل المصريين يفهموا كل اللهجات الأخرى. فإذا أنت تتكلم اللهجة المصرية أتوقع أن كل العرب سيستطيعون فهمك. سؤال أي آخر من سهل محمد، عليك. نعم سؤال آخر من محمد علي بقول لك ماذا عن المطبخ؟ بما أنك أبحرت في ثقافتنا وهويتنا وعرجت على، أكيد عرجت على المطبخ والأطباق الشرقية بكافة أشكالها وأنواعها. سؤال، أي ما هو الطبخ الشرقي أو الطبق الشرقي الذي عشقته وتغزلت به؟ أنا بغششك، تعرف شو معنى أغششك؟ غششك؟ لا أعطيك يعني هند، أوكي ملوخية، ملوخية. تعرف أوكي الملوخية؟ هاي انت عشانك لا ما اللي أدري شنو بتغزلها، مش معناتها، عشان ما أدري شنو معناتها الملوخية. ما ماكل ملوخية بيير. اوكي خلاص الملوخية الملوخية بعد الحجر في ملوخية، عازمنا عندي عليها الدكتور جمال. ان شاء الله ان شاء أوكي الله. الملوخية هي طبخة مشهورة في بلاد الشام، أوكي نبتة خضراء، عشبة خضراء تنبت في، واسمها بالانجليزي ملوكية. أوكي طيب جاوبنا على السؤال، ايش اكثر شيء حبيته بالطبخ الشرقي؟ زين. المشكل هو انه انا ما سافرت الى الشام، فما اكلت هوايه من المأكولات الشاميه. بس في المغرب انا كنت بالمغرب، يعني ذوقت الطاجين، طواجن والبسطيلات والاكل المغربي، خاصه الكسكسو وهيك. بس ما عمري سافرت الى الشام، فما ذقت هوايه من المأكولات الشاميه. اكيد انه هنا بيقطع وعندك هوايه من المطاعم اللبنانيه،
والشرقية حتى الفارسية الإيرانية والعراقية، أكو بعض هنا بأوتاوا، بس ما وصلت لي الفرصة على مود يعني أذوق المأكولات مال الشام. أي طيب هذا ندخل على الموسيقى والغناء فيه، هل تذوقت شيء من الموسيقى والغناء العربي؟ هي وفي شيء مميز بالنسبة لك، كان مطرب مميز، أغنية مميزة، مقطوعة موسيقية مميزة؟ أنا دا أسمع هواية من الراب مغربي، راب مغربي، وبعدين أحب هواية المغنيين المصريين. أكو واحد جديد اللي اسمه ما أدري إذا هو جديد أو مو جديد، بس اسمه محمد حماقي، ايوه وأحبه هواية يعني. هذا يعني، وأكيد عمرو دياب هو يعني من كبار النجوم بهاي المجال. وبالشام أكيد فيروز وكاظم الساهر، وعندكم هواية من المغنيين المشهورين كاظم الساهر العراقي. كاظم الساهر العراقي، نعم وده يغني بعض الأغاني مال نزار قباني يعني الشعراء. إيه طيب، هل ايش وفيروز اكثر اغنيه يعني انت بتدندنها لما بدك تدندن عربي؟ هي فد أغنية اللي أنا أخبل عليها، اللي اسمها تخبل عليها اسمها هاي الأغنية السيدي منصورة، هي شوف، أغنية سمعنا شوي، تونسية. سمعنا سؤال: شوي. يا الله الله يا بابا أسلم عليك، يا ليك يا بابا بابا الله الله يا ليك يا بابا بابا أسلم عليك، يا بابا سيدي سيدي منصور، يا بابا ونجيك ونصور، يا بابا ونزورك يا بابا. هاي الأغنية كلش حلوة، حلو أحبها. حلو حلو. والقصة مالتها جد حلوة. ها ايش القصة تبعها؟ القصة هي عن فد بنت اللي هي تريد تتزوج فد واحد رجل، ويعني هي دا تطلب من أبوها يعني الإجازة، يعني إنه على مود أبوها يسمحها يتزوج يعني عاشقها اللي هي تحب. كلش حلو. حلو حلو. صابر الرباعي، الله يعطيك العافية. طيب الموسيقى، يعني سألك الأستاذ محمد عن الأغاني، أنا بدي أسألك عن الموسيقى العربية، كيف تستمع لها؟ ماذا تعشق من الآلات الموسيقية، العود، القانون؟ كيف، هل الآن معظم سماعك للموسيقى العربية أم للموسيقى الكيبيكوا أو الأجنبية؟ أنا عامة دا أسمع يعني كل شيء، ما كيبيكوا، إنجليزي، عربي، بس أنا أحب هواية الآلات الموسيقية عند العرب، مثل عندكم هذا الصوت مال العود، صاء مال العود كلش حلوة. وحتى الموسيقى يعني اللي ما بيها يعني كلام، يعني الموسيقى أقول لك انسترومنتال آلتي بالعربية، أخبى الهواية عنها. والموسيقى الشعبية المغربية هام، ولا موسيقى الأندلسية مالتي، تعرف إنه الفلامينكو، جذور مال الفلامينكو هو يعني الموسيقى العربية من الزمان القديم. وأحب هاي اللون الموسيقي العربي. يعني من نحكي عن الموسيقى العربية، يعني هذا يتكون كل يعني من المغرب إلى العراق والخليج، أكو طبعا، هواية من لانه الأنواع. الموسيقى تعكس الـ الهدف تبعنا من هذه اللقاءات بيير، يعني هو توضيح كيف ان الحضارات تتعاون والحضارات تتلاقح، وهناك حوار حضارات مش صراع حضارات، لازم يكون حوار بين الحضارات. الموسيقى اكثر شيء يؤكد هذا الكلام، ما في مقطوعة موسيقية مشهورة الا صاحبها اقتبس وأخذ من عدة حضارات، وأخذ موسيقى من عدة بلدان سواء في المشرق أو في المغرب، واستفاد منها في عدة مقطوعات موسيقية. هذا الكلام موجود عند موسيقيين عرب كبار، موجود عند موسيقيين أوروبيين كبار، موجود عند الغرب بشكل عام، حتى في آسيا وشرق آسيا موجود تلاقح هذا. هذه الموسيقى هي مؤشر قوي وحقيقي على أن الحضارات يعني مرتبطة مع بعضها البعض، ولما بترتبط مع بعض تطلع شيء جميل، شيء جميل جدا. بدي أسأل سؤال بير،
معلش انا بدي اعلق، الموسيقى والاكل ترى. الموسيقى والاكل اكيد الموسيقى. تفضل 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 علق علق فيها. اكيد انه الموسيقى هواي مهمه في هاي الشغله، من يعني تريد تقترب الانسان والحضارات اكيد الموسيقى هواي مهمه، بس مو بس الموسيقى، اكو هام الطبخ، اكو كل شيء، كل الانواع العلاقات الانسانيه اللغويه وحتى يعني الطبخ والفراش، يعني الفراش المشهورين العرب يعني هذا، والتاريخ يعني من وزيارة الدول وكل كل أنواع، مو بس الموسيقى. الموسيقى هي أكيد أنه آلة التقارب الإنسانية صحيح. في هذا العالم. بس أنا أقول لك تجربتي الشخصية اللي يعني اقتربتني على الثقافة العربية وحضارة العربية، بما كان أصلا الموسيقى، ما كان أصلا الموسيقى، كان صوت لغة العربية. يعني هذا كان أنت الشيء تكلمت عن اللي الموضوع دفعني. هذا وأنا كنت بدي أسألك عليه فعلا، يعني كيف أنت كنت يعني كيف أثرك وسحرك هذا الصوت؟ ترى على فكرة هذا الكلام اللي أنا استوقفني منك، لأنه هذا الكلام تكلم فيه مختصين في اللغة، في أصوات اللغات. أقول لك ما أقدر أشرح لك، يعني إذا كنت أقدر أشرح لك يعني شنو دفعني وشلون سمعت العربية، هذا مستحيل أن أعطيك شرح. أنا حسيت يعني شعر يعني حب لهاي اللغة، وقررت أنه أتعلمها، وبعدين شفت أنه إيش قد عميق، إيش قد غني، إيش قد حلوة، إيش قد أكو بيها، يعني اللغة اللي أكثر يعني من أقدام اللغات أكيد. وهذا كان الرابط الأول، الاتصال الأول اللي كان عندي تجاه العرب والحضارة العربية. فهذا كان تجربتي الخاصة، وهيك صار. طبعا انت جميل. بتعرف انه القرآن الكريم نزل بلغة العرب ونزل باللغة العربية الفصيحة، وكثير من الناس كتبوا في موسيقى او الصوت الموسيقي للآيات القرآنية كيف تعبر عن المعنى، كيف تعبر عن المعنى. يعني لما يكون المعنى فيه تجويد، حزن، الصوت الموسيقي تبع الكلام يكون التجويد. فيه صوت حزن، لما يكون المعنى فيه فرح الصوت الموسيقي تبع الكلام يخرج صوت فرح، يعني الهواء يخرج بطريقة بالكلمات يخرج بطريقة مفرحة، ولما يكون في معنى من الهدوء يكون الصوت الموسيقي للآية يعطي معنى الهدوء. ولذلك قالوا إنه حتى لو كان الشخص لا يتقن اللغة العربية واستمع إلى هذه الآيات يفهم الإحساس تبع الآية ولو لم الخشوع، يفهم الكلام. الخشوع، الخشوع. نعم، يفهم الإحساس تبعها، أي. بتحطه في المود. يعني أي أنت تقصد التجويد مال القرآن يعني مش من بس الشيخ. التجويد، حتى الكلام نفسه. يعني لو واحد ما بيجود بيقرأ بشكل عادي، الصوت اللي بيطلع لهذه الألفاظ، لأنه الكلمة في اللغة العربية لها صوت، اللي أنت حكيت عنه الموسيقى تبعت الصوت، اللي أنت قلت عنه هذا الصوت، هذه الأصوات لأنها تأخذ مساحة المخارج الموجودة عند الإنسان كاملة. هذا الكلام يعني فيه تطويل زيادة، لكن أنت عبرت عنه بشكل صحيح، اللي هو أنا صوت والله أنا الكلام، متوافق، صوت الكلام مبهر. نعم. أنا متوافق وياك 100%. يعني من أنا أول شيء يعني من في البداية من كنت أتعلم العربية، يعني كنت أسمع القرآن والتجويد، يعني أول شيء سمعت وأني حبيت يعني صوت اللي دا يقرأ القرآن بالتجويد، وأني حبيت هاي الشيء إنه تسمع يعني يعني لون الأصوات وهيك شيء. هذا كان تجربتي. يعني أتذكر أنه من رحت للمسجد أول مرة وخذيت النسخة من القرآن، كنت أريد واحد نسخة من القرآن، وفتحت القرآن ويعني حطيت يعني فرشيخ في يوتيوب يعني ده يقرأها، ويعني أنا حسيت أنه يعني يعني تحس معنى بشكل أعمق، يعني حسب لون الموسيقى، لون الأصوات، لون النقاط من اللي شنو اسمه اللي يقرأ القرآن، الشيخ ولا قارئ. المؤذن نعم قارئ. القارئ. بس هذا تجربتي.
أنا أكيد فأنت متوافق قرأت وياك. القرآن؟ يعني مو كله، بس يعني قريت يعني أكو آيات اللي أنا يعني أحبها، ويعني رسالة القرآن أني يعني أفتهمها، ويعني أكيد أنه قريته. هل تفهم اللي قرأته ولا تحتاج إلى تفسير؟ أنا يعني محتاج للتقصير، ما يعني أغلب الوقت حفظت، يعني من بدأت حفظت سورة الفاتحة وبعدين البقرة، وبعدين يعني في بحثتي وفي من تحكي ويا الناس ويقولوا إنك فتشي مثلا، قال رسول الله هذا الشيء، ويعني يعني لازم ترجع إلى القرآن وتقرأها وتفهم يعني معناته في السياق أكيد. فهيك يعني تتعلم جهات وجهات من القرآن، يعني بس كاملا من البداية للنهاية لا، ما قريته كله، ما كان يعني هو صعب إنه تفتهم كله، وهذا يأخذ هواية وقت. صحيح. أنا بدي أسألك سؤال إجانا من رنا، بحكي لك من خلال تعاملك مع المجتمعات العربية، ما هي أكثر العادات التي أعجبتك وأكثر العادات العربية التي لم تعجبك؟ اللي لم يعجبنا، لا عجبني كل شيء. يعني مثلا العادات اللي أعجبتك، الكرم، يا الضيافة، انا whatever. افهمك، اني العادات اللي واول هو يعني اكرام الضيوف، ومن تزور اي واحد شرقي يعني يكرموك ويساعدوك، ويعني اي بكل اطلاق. يعني احنا بكندا في العاده مالتنا، انا ما اقدر اروح لدار صاحبي ويعني ادخل في داري واقول يعني تريد يعني تحكي وياي ونشرب شاي وهيك، لا ماكو هيك. بالعادات الشرقيه الناس شلون اقولها، يعني اكو يعني هذا النوع العلاقات الانسانيه اللي ما موجودين بالغرب مثل العرب. فيعني أول مرة أعتقد أتذكر من كنت بالمغرب، وكنت أعيش عند واحد عائلة أمازيغية، الأسبوع الثاني هم سافروا للجنوب وأعطوني الدار، قالوا لي أنت مدير الدار، مال الدار، مول الدار، دير على كيفك، يعني نعطيك المفاتيح مال الدار، وإحنا راح نروح على فد واحد يعني اسبوع كامل ونحن نرجع، بس يعني دير بالك ونعطيك الدار خلاص. تشوفوا شلون هم ثقوا بي، ويعني ماكو هذا النوع اكيد اكو، بس مو مثل عندكم العرب. والعادة اللي ما يعجبنا عجبني ماكو، ما ادري شنو اقول لك، بس ما فكر بالسؤال هوايه، ممكن ارجع وياكم بعدين. بس اي طيب ممتاز. بيير، أنا بشوف إنه أنت يعني تعمقت قليلا في التاريخ العربي وفي تاريخ إحلال الحضارات مكان بعضها البعض، ودخلت قليلا في موضوع القرآن في المجتمع العربي، الثقافات العربية. أنا حقيقة عندي سؤالين. السؤال الأول، لما قرأت القرآن هل شعرت في بعض الأشياء عندك أحدثت لك شيء من الاختلال؟ يعني البعض بيعتبر إنه القرآن فيه أشياء تحض على التطرف والعنف، هل أنت أحسست بهذا الشيء أو كنت تحس فيه لما رجعت للتفسير ضمن السياق زي ما أنت حكيت؟ وهذه عبارة مهمة جدا لما حكيتها، إنه رجعت عليه ضمن السياق اكتشفت إنه طبيعي ضمن السياق، هذه العبارات طبيعية جدا، تحكي عن مرحلة معينة وعن تاريخ معين وعن أحداث معينة فطبيعية جدا. هل أحدثت لك شيء من الارتباك ما قبل ما بعد، أو عدلت من تفكير معين كان عندك إلى تفكير جديد؟ اي والسؤال اي الثاني بعد ما تجاوبني بسألك إياه بعد ما تجاوب هذا السؤال. اوكي. السؤال الاول، عندما نقرا القران لازم نرجع الى السياق التاريخي، يعني القران نسخ عربي قديم 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 جدا، واللغه القرانيه هي اكيد قديمه جدا، فالناس ممكن يعتبرون الايات بشكل او الشكل اخر ويتطرفوا
ويعتبروها بالشكل عنفية أو يعتبروها بالشكل سلمية. وأعتقد أن هذا المشكل، أي واحد اللي يقرأ القرآن يجب يرجع إلى سياق معنى هاي الآية، أو أكيد هاي الآية، ويفتهم شنو كان يعني قصد هذه الآية فعلا مع الكلمات اللي بيها. فهذا لأن القرآن كتاب هواية قديم، وما نقدر كلنا يعني نفتهم كله. أنا ما أفتهم حتى الآن، حتى العرب يعني عندي أصدقائي العربي يقولون لي أنا ما أفتهم هواية من القرآن، يعني أقرأها وما أفتهم. أكو تطارف بدول أخرى، الدول اللي مو يحكون عربي مسلمين، ويتطرفون وما حتى ما يحكون عربي ويتطرفون. شلون يصير هذا؟ يعني هذا مو جذر هاي المشكلة، مو من القرآن أو الإسلام أو هيك، هذا مشكل آخر، مشكل العنف، مشكل اجتماعي، مشكل الفقر، أي شيء يدفع أي واحد أن يتطرف ويصير عنفي. فلذلك تلقي هواية من الدول العربية اللي هم سالمة، أغلبهم سالمة، وتروح للخليج وفي المغرب، وماكو، أنا ما شفت أي تطرف بالمغرب أو هيك شيء. بس المشكل هو أنه الإنسان شلون يعتبر، شلون يعتبر الآية. أو بس أنا شخصية أنا ما لقيت أي عنف فيها، يعني القرآن إن هدف الإسلام هو الاستسلام، يعني نفس معنى الكلمة إسلام هي السلام، استسلام. أي فهذا طيب بيير، السؤال اللي كان عندي انه من خلاصة التجارب تبعتك هذه وتعمقك في التاريخ والثقافة، هل تجد نفسك قادر على انه تعطي محاضرات في الجامعة، تعطي محاضرات لأشخاص ومجتمعات غير عربية أو وغير مسلمة، تحدثهم في هذه الأمور، تعطيهم فكرة عنها ربما بلغتك أنت تكون أقرب لتوضيح هذا الأمر لهم من أي عربي أو أي مسلم؟ فهل تجد أن هذا ممكن يكون جزء من رسالة تقدمها أنت من أجل توافق الحضارات وتعانق الحضارات وهذه التعاون ما بين الحضارات؟ اي بس انا اعتقد انه هسه انا مو مستعد لهاي الشغله. يعني من تتعلم فد شيء، يعني اكو مثال انه من تتعلم فد شيء يطرح لك ويخرج لك 10 اسئله اخرى. فمن تطلب بالحضارات العربيه الكبيره العظيمه وتفتهم انه ايش قد عميق وايش قد يعني كل شيء معقد، كل شيء يصير معقد تجاك، صعب انه أعطي محاضرات لو معلومات دقيقة للناس. يعني ممكن بعد فد شي 10 سنوات أخرى أصير أعرف الموضوع هواي أحسن من هيك. بس أنا أقول لك هسه أنا مو مستعد، مو حاضر لهاي الشغلة. بيير أنا بسألك سؤال الآن، تعلم اللغات كيف بيساعد على تقارب الحضارات؟ أنت الآن تفهمت الحضارة العربية والإسلامية من خلال تعلمك اللغة العربية، كيف تنصح غير العرب أو غير حتى العرب نفسهم يتعلموا لغات أخرى؟ هل هذا تتوقع أنه بيساعدهم أنه يندمجوا مع الحضارات الأخرى، يصيروا أكثر فاعلين في الإنسانية مع الناس، بصيروا أقرب للبشرية؟ يعني بشكل عام هذا رأيك شو؟ أكيد. هذا المسؤولية لأي واحد. أنه أنا عارف هواي الناس اللي هم من يتعلمون في اللغة، يعني ينزلون في أبليكيشن على الآيفون مالتهم والتليفون مالتهم، يتعلمون اللغات بس على التليفون، ما يروحوا اللي يشوفوا الآخرين، ما يساوون أي تجار لغوي، ما يروحون إلى المحاضرات اللغوية، ما يتواصلون ويا المجتمعات الأخرى، بس يقولون أنا لازم أتعلم فارسي وراح أقرأ الكتب وهيك شيء، ما راح أسوي شيء أكثر من هيك. أنا من تعلمت العربية أنا راح أتعيد العرب، يعني لقيت أصدقاء مغربية وأنا بنيت علاقات كبيرة وأعتبرهم كأحسن أصدقائي اللي عندي هسه في هذه الدنيا،
وهم في حياتي يوميا. ويعني لازم أنا كنت جدا جدي في هاي الشغلة من تعلمت العربية، رحت عندهم وبنيت علاقة شديدة وقوية وياهم، وهذا يعني ده يساعد هواي لأي واحد اللي يريد يتعلم اللغة. بس ما الهدف، الهدف مالي ما كان أنه أتعلم اللغة، الهدف مالي هو أنه أبني أيضا هام العلاقات وياهم، وأصير أفتهم الثقافة والحضارة مالتهم أكثر من ما أشوفه في الأخبار وفي الإعلان. وأنا طبيعي أنا شخص فضولي، فضولي بكل إطلاق، وهذا كان الهدف له. فأي واحد إنسان اللي يريد يتعلم اللغة، الهدف لازم يكون أكثر من هيك، لازم يكون إنه يبني العلاقة ويفتهم الحضارة وأكثر من هيك. كل ما يقدر أن يخرج من هاي التجربة لازم يحصل عليه. طيب بيير، انت هل جربت انك تكون او تنتسب لمؤسسات لغير الناطقين باللغة العربية ويتقنون اللغة العربية؟ أكيد أنا بالشغل عندنا واحد عصابة، إحنا عندنا عصابة اللي الموظفين اللي هم يريدون يتعلمون العربي يحكون عربي. وهسه ويا الفيروس الكورونا ما عندنا اجتماعات، بس أكو اجتماعات ويا ناس سوايين، إحنا نجلس سوايين ونحكي ونناقش مواضيع بالعربية. وهي المؤسسة اللي هي تريد يعني صيانة اللغوية لو يريدون يتعلم أكثر عن الثقافة العربية، وهي المؤسسة. بس هنا أنا بأطور خارج الشغل، ما عندي، لا ما عندي مؤسسة، ما نعم هي. بيير، احنا شرفنا على الانتهاء. بدي اعطيك اخر دقيقة توجه رسالة منك للزملاء والاخوة اللي حضروا معنا واللي حيحضروا الفيديو لاحقا سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. شو بتحب تحكي لهم؟ أنا بس أريد أقول لكم شكرا هواية على هاي الفرصة. أعتقد أنه لخصت كل شيء بهاي اللقاء وياكم. أكيد أنه أنا أعيد هاي الشغلة هواية، بس شكرا على كل شيء للعرب ومساعدتكم وتشجيعكم في المصير، في مصيرة في التعاليم العربية والثقافة مالكم. أنا دائما بضين لكم، وشكرا هواية. نشكرك سامحوني. شكر جزيل بيير، حقيقة كانت أمسية من أجمل الأمسيات، ويعني خلتنا نطلع على وجه جميل من وجوه الإخوة والأصدقاء والأحبة في هذا الكون، بديش أقول في الغرب فقط، وهذا خلانا نؤكد على الفكرة اللي إحنا نسعى لتأكيدها، إنه الإنسان هو أخو الإنسان أينما كان، ويجب أن يؤكد هذه العلاقة الإنسانية، ويجب أن يؤكد هذه المحبة الإنسانية، واللغة هي قناة التواصل، واللي اللغة هي قبل القلب، اللغة، نعم اللي قبل اللغة اللغة هي اللي هو القلب، صحيح صح. وسط هذا الأمر. الآن أعتقد هذا الأرض اللغة، ماكو شيء أعلى من اللغة في الاقتراب التفاعل بناء العلاقات ويا الإنسان. اللغة هي من القلب. أكو مثال بالعربي: من تعلم لغات من قوم آمن مكرهم. وأنا أثق بهاي المثال هواي، لأن هي تبين لنا أن من تتعلم اللغة من عدوك تصير تفتهم، يعني تصير تشوف كل شيء بنظرة أخرى. فهذا تساعد هواية في بني علاقة ويا الإنسان واقترابها. وإن كان إحنا بدنا ناخذ الجانب كمان الآخر، هذا بالنسبة للعدو، لكن بالنسبة للصديق والحبيب، لما تتعلم لغة الصديق والحبيب كمان تفهمه وتزداد يعني قربا منه، وتزداد أي العلاقات إنتاج أي وثمر.
أكيد. أنا بشكر بيير على حضوره معنا. بيير أنا بعرفك من 8 سنوات يمكن، إيه. التقينا في كوفي شوب في جاتينو، أي. وبدأنا نتكلم وبقت العلاقة والصداقة إن شاء الله تتوسع إن شاء الله قريبا بعد الكورونا. أيه. بشكرك على استجابتك للقاء وسنبقى على تواصل. بشكر الأستاذ محمد تميمي اللي أدار معي هذا اللقاء، بشكر جميع الحضور اللي كانوا معنا سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك. بذكركم غدا راح يكون عندنا 3 برامج طبناها طجة واحدة زي ما بيحكوا، 3 برامج. واحد راح يكون الساعة 6 وهو مهم جدا، سنتكلم فيه مع الأستاذ أسامة المحامي اللي جبناه قبل فترة وتكلمنا معاه عن موضوع الوصية القانونية والشرعية وكل هاي الأمور. فأسئلتكم مهمة جدا، إذا بدكم تسألوا الساعة 6 مساء بتوقيت أوتوا وتورونتو ومونتريال نفس التوقيت، الساعة 7:30 تقريبا حنكون ببث مباشر للقرآن وبعديه الأذان لصلاة الأذان المغرب بتوقيت مدينة أوتوا وضواحيها، والساعة 10 راح يكون معكم الأستاذ محمد التميمي معاه ضيفين، الأستاذ خالد والدكتورة دكتورة دعاء، صحيح؟ عن احنا الأسر لسه ان شاء الله ان إن شاء شاء الله الله الأسر المنتجة ورواد الأعمال. إن شاء الله نستطيع إنه ننسق كل هاي الأمور. بكرة راح يكون يوم حافل عندنا زي ما ذكرناكم، 3 مواضيع 3 أوقات، الساعة 6 مساء بتوقيت أوتوا راح يكون الوصية، الساعة 7:30 راح تكون الأذان وقراءة القرآن، والساعة 10 مساء راح تكون الأسر المنتجة وريادة الأعمال. وبس نقدر نحكي لكم الآن تصبحون على خير. تصبحون على خير. يا مساء الخير، شكرا. شكرا.